الدكتور التيجاني يذكر الحكمة من عدم ذكر اسم علي رضي الله عنه في القرآن الكريم. ولو دخلوا جحر الرب لاتبعتموهم. ودعني أو دعوني أعتقد أنا شخصيا بأن الله سبحانه وتعالى لعله لم يذكر اسم علي، لأنه يعلم علم اليقين، لأن الله سبحانه سبق في علم أنه لو ذكر اسم علي لربما وجد تحريف في القرآن الكريم، كما حرفت بنو إسرائيل والنصارى كتب ربهم. إذن عندما يقول ثم أورثنا الكتاب الذي دكتور تيجاني، نبدأ من عند قولك أن من حكمة الله أنه لم يذكر اسم علي حتى لا يقال أن القرآن قد حرف أو حذف منه اسم علي رضي الله عنه. أقول لكم يا دكتور، قد وقع ذلك وقيل ذلك. أين هذا؟ في تفسير الصافي. في تفسير الصافي، من هو الصافي؟ شو بيشتغل؟ وين الفيد الكاشاني، هو مؤلف التفسير المسمى بالتفسير الصافي. ايوه، وهو ده يعني من اعلام الشيعة يعني، ولا اعلام السنة؟ صاحب احد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة. كويس، انا عايز اقول المعلومات الرئيسية واذكر بها المشاهدين. يقول ان القرآن الذي نزل بين اظهرنا لم ينزل بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل ان منه ما هو خلاف ما انزل الله، ومنه ما هو مغير محرف ما يقولها رواية، ومنه ما حذف منه المنافقون الكثير مثل ما فعلوا في حذف اسم علي من القرآن، مثل ما فعلوا. دكتور أنا ما كلمك. مثل ما فعلوا في حذف اسم علي من القرآن. طيب أنا أنظر إلى هنا. أيوة، أنظر إلى هناك. وحذفوا أيضا لفظ آل محمد، لفظ آل محمد وأسماء بعض المنافقين. تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 49، أترك لكم التعليق إن شاء الله.